لم يهابوا القانون، لم يضعوا شأنا للدولة، أما عن أرواح الناس فتلاعبوا بها دون أي اكتراث، وكانت هذه هي النتيجة. أطنان من الأدوية الفاسدة عثر عليها في مخازن مريبة بمحافظة المثنى. الكارثة أن مئات صناديق وأغلفة الدواء تم خزنها في ظروف سيئة ورديئة غير صحية وغير صحيحة. فمن جانب أن موقع الخزن غير مجهز بالتبريد، من جانب آخر غير خاضع لمقاييس حفظ الدواء أو معايير الرقابة الصحية على الأقل. فيديو رائج متداول على منصات التواصل الاجتماعي بثه اليوم جهاز الأمن الوطني العراقي أثناء مداهمته وعملية تفتيش تلك المخازن وما بها من صناديق كثيرة من الأدوية المخالفة والفاسدة. لنتابع. هذا الجملوان تم العثور داخل من 25 إلى 30 طن من الأدوية الفاسدة. طبعا الجملون لا تتوفر به أجهزة التبريد. أكثر هذه الأدوية غير خاضعة لشروط الرقابة الصحية. أثناء التفتيش تم العثور على مخزن مساحة 12x5 داخل مطبخ الجملوان. طبعا الباب مغطى بلوكر حديد. أثناء فتح الباب تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية خالفة وغير صالحة للاستخدام الطبي. صناديق كثيرة وكثيرة قدر عددها بثلاثين طنا تحوي أدوية فاسدة وتالفة تعود لجهة ما لم يعلن جهاز الأمن الوطني عن اسمها بعد، أو لمن تنتمي تلك الجهة أو لمن تعود ومن المسؤول عنها. فبالإضافة إلى المخزن الكبير للدواء جهز مالكوه هذا الموقع مخزنا آخرا أخفوه أيضا عن الأعين خلف مطبخ وهمي، وبعد عملية التفتيش الدقيق عثر على كوارث بداخله. أدوية هي الأخرى قاتلة تالفة فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، أدوية إكسباير. هناك ردود أفعال وتعليقات حول هذه المهمة، حول هذه القصة وما وجدته مفارز الأمن الوطني. سنبدأ بقراءة تلك التعليقات فور ظهورها على شاشة من خلفي، وسنبدأ التعليق الأول من إبراهيم الجنابي يقول: وين تروحون من الله؟ يمهل ولا يهمل، ما فكرت بأرواح الناس وشنو ذنبها؟ الله أكبر عليكم، إمتى تنقرض هيك نماذج مجرمة؟ تعليق آخر من
ثامر عدنان، والعراقي يعالج ويشتري الدواء بالآلافات، والمقروض ما يدري بيه العلاج فاسد، وبالأول والأخير هو اللي يوقع بيه. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر من علاء الياسري، يقول علاء في تعليقه: الأمن الوطني في المثنى، أبطال، جهودكم مبذولة وكفو، ما قصرتم، بس عتبي على الجهات الرقابية، وين كانت كل هذا الوقت؟ يعني إلا ندفن العشرات من الأوادم، يلا تتحركون. بابا اشتغلوا صح، حللوا خبزتكم. تعليق من سالي، تقول سالي أكرم: هسه يدفع كم ورقة صاحب هالمخزن ويطلع منها مثل الشعرة من العجيب، خوما غريبة عليكم لو جديدة. سيد حسن يقول: مصيبة السماوة ما تخلص، اش وقت نخلص؟ وين السوداني حتى يفزع لنا ويشكل لجان بكل مفاصل دوائر المحافظة، وتكون اللجان شرط من خارج المحافظة، ضروري ضروري هيك، لازم الفساد نقضي عليه.